好，大家安静下来了。تفضل بسكوت وسكوت. 大家安静下来了，记者会已经الآن开始。نبتدئ现在المؤتمر我الصحفي. 有请والآن国务院ليتفضل 海外事务办公室主任ومدير 张瑞مكتب شؤون تايوان لمجلس الدولة ويشرح لنا الأحوال للقاء بين الزعيمين الذي حدث قبل قليل. وأيها السادة الإعلاميين، مساء الخير. آسف، انتظرتم فترة، ولكن بالنسبة إلى مواطنينا عبر مضيق تايوان، طبعا في بالنسبة إلى مواطنينا على جانبي مضيق تايوان ينتظر أكثر من 60 سنة. التاريخ سيسجل هذا التاريخ هذه اللحظة. والآن الزعيم الباريسين رئيسي وأيضا زعيم تايوان، هذا لقاء قد تم، أول لقاء بين الزعيمين منذ 49، وأيضا قد عبر كلا طرفين عن الاحترام المتبادل ولدفع التنمية المشتركة ولمحاولة وتعبير صريح لتبادل الآراء والملاحظات، وأيضا استرجع طرفين ما حدث منذ 60 سنة في التاريخ وما حدث في هذا التاريخ الطويل، وتأكيدا على أن وخلال السنوات الأخيرة قد مشينا على الطريق الصحيح لتوثيق العلاقات وشرح أيضا وأيضا سياسات والمواقف لدفع المستمر وتبقى على تفاهم المشتركة. وهذا اللقاء سيتمتع بمغزى عميق مهم لتطوير العلاقات بين الطرفين. وسيد الشي قد تأكد أولا أن العلاقات بين الطرفين قد فتح صفحة جديدة، ومما نذكر أن مضيق تايوان وأيضا كان ما حدث في تاريخ مواجهة عدائية والمواجهة العسكرية، مع أن الأقرباء على جانبي مضيق تايوان لا يستطيع أن يرى بعضه، وأيضا هذا أسف لا يستطيع أن يعودها أبدا. أما خلال السنوات الأخيرة مشينا في الطريق الصحيح، والوضع في مضيق تايوان يتمتع باستقرار والأمن، وأيضا الشعب على جانبين يتمتع بالسلامة، وكل هذا دليل على أن مين على مضيق تايوان، مع أنه عانى ما عاناه من في تاريخ، ولكن لن يكون قوة في العالم تستطيع أن تفصلنا. نحن علاقة الدم، وعلاقات بين الطرفين تواجه اختيار الطريقة، ولأن نجلس سويا من أجل وعدم استرجاع إعادة التاريخ المؤسف، وأيضا نعوض الخسارة التي حدثت في التاريخ، ولنترك الأجيال الجديد يتمتع بالسعادة وازدهار في المستقبل. وتأكد شي يجب أن نعلن أن الشعب الصيني على جانبي مضيق تايوان نستطيع، عندنا قدرة كافية لحل موضوعنا مشكلتنا، ومن أجل تقديم مساهمة أكبر أمام العالم، فنرجو أن يبذل الجهود سويا من كلا طرفين على أساس المشتركة، وتأكيد على السير في طريق التنمية المشتركة للحفاظ على الاتجاه الصحيح لتعزيز التبادلات وزيادة السعادة وازدهار لكلا طرفين. يتمتع بفخر لهذا الازدهار والسعادة، فشي يقترح السيد ما أن يبدي الملاحظة، وبعد إبدال السيد ما الملاحظة تأكد شي مرة أخرى
على أن طرفي مضيق تايوان يجب أن تتقدم باستمرار وتتقدم يدا بيد سويا من أجل إنعاش الأمة العربية الأمة الصينية. وطرح أربع مقترحات: الأول تأكيد على أساس المبدأ السياسي الموجود بين الطرفين بلا تردد، لأن المحور الرئيسي هو تأكيد من طرفين على أساس سياسي معارضة القوى الانفصالية لاستقلال تايوان. فهذا الفهم المشترك مهم جدا، فهو المبدأ الثابت، هو طبيعة العلاقات بين الطرفين. بمعنى مهما كان تايوان والبار الرئيسي ينضم إلى الصين واحد، والعلاقة لن تكون علاقة بين دول، مع أنه لم يتحد مع بعض، لم يوحد مع بعض، ولكنهما تنضمان إلى دولة واحدة. فهذا لم يتغير قانونيا وجغرافيا وسياسيا. وتأكد رئيس الشي آملا أن المنظمات والكتلات والهيئات في تايوان مهما كان تاريخه وما عمله في التاريخ، فما دام يعترف بتوافق 92 فنرغب في أن نتعاون معهم ونتبادل معهم، فإلا فلا يقبل ولا يوافق المواطنين على جانبي مضيق تايوان. فهذا هو موقفنا، موقف الحجر لن يتغير أبدا. أما الاقتراح الثاني هو المثابرة لتعزيز العلاقات للتنمية المشتركة. فخلال أكثر من 30 سنة فظاهرة علاقات تتطور وشهدت تطورات تاريخية فظيعة، والآن قد ظهر وضع أحسن أوضاع منذ 49 من القرن الماضي. فنفضل التعاون على التصادم والتفاهم على المواجهة، فلن نمشي على الطريق القديم الذي فالعلاقات التطور التاريخية بين الطرفين أن الوضع إذا لم يكن مستقرا فالخسارة ترجع إلى المواطنين على الطرفين في الأخير. وأما بالعكس إذا تعاوننا الجهود جهود مساهمة ستنفع مصلحة المواطنين على طرفين مضيق تايوان. فيجب أن نحل مشكلة العدائية بين الطرفين ونبني العلاقات على أساس تنمية سلمية. ومما يتعلق بالخط الساخن بين الطرفين، أما الطرفين يجب أن يعزز المجادلة والحوار بين الطرفين، ويبحث لدفع حل الصعوبات والمشاكل الموجودة بينه، والسيطرة والتحكم على الخلافات والنزاعات. وذلك يفيد التفاهم والتواصل بين الطرفين تفاديا من القرار الخاطئ. فممكن يكون هناك خط بين المسؤولين أولا. فأما بالنسبة للطريقة والنظام الاجتماعي، فتأكد الشيء على أن الطرفين يجب أن يحترم طرف لطرف الآخر تفاديا من أن يتدخل ويؤثر هذا الخلاف على طبيعة تطورات هذه العلاقات. أما في مسألة وتأكد شيء، نحن نعرف التايوان الشعب والمواطنون تايوان أنه رغبة في مشاركة لمعالجة الشؤون الدولية، ونفهم ذلك على أساس عدم تأثير السلبي على يكون هناك الصينيين.
أما الآن الخطورة الأكبر خطورة أمامنا هو القوى الانفصالية لاستقلال تايوان، هم دائما يخربوا هذا التضامن وأيضا يخربوا هذا التضامن والتعاون بين الطرفين، وذلك سوف يجلب الخسارة والأضرار للمواطنين على جانبين مضيق تايوان. اقتراح ثالث من شي والمثابرة على مساهمة في زيادة السعادة والازدهار، لأن السلم والتفاهم والتعاون في أسرة واحدة يجلب السعادة والازدهار. فلنترك ندعو للمواطنين على جانبي مضيق تايوان يعيشوا حياة سعيدة، ومهما كان الوضع فما دام يفيد تطورات إيجابية لهذه العلاقات فيجب أن نبذل قصارى الجهود، وأيضا نعمل أعمال جميلة لإفادة هذه التطورات الإيجابية. فأولا يجب أن نتمتع بفوائد التطورات في البر الرئيسي، إقامة التواصل والتبادلات بين الطرفين، ونوسع العلاقات التعاونية اقتصاديا لتعزيز المجالات أوساط الاستفادة لكلا الطرفين. أما بالنسبة للمواضيع التي في قيد البحث والدراسة لتبادل البضائع، فتأكد رأي شي يجب أن نحاول أن اتفاق، وأيضا نرحب بمشاركة تايوان ببناء استراتيجية الحزام والطريق. وطرح شي أيضا يجب تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الطرفين لنظهر ونعلي الثقافة وحضارة الأمة الصينية، هكذا يكون لتعزيز الروابط التي تربط الطرفين. أما مما يتعلق بعلاقات الشباب للطرفين، فتأكد شي الآن في بعض الشباب لم يزوروا البر الرئيسي حتى الآن، فنرحب بأن يقوم بزيارة يقوم بزيارة البر الرئيسي في أي وقت. فيجب أن نخلق فرصة سانحة لخلق هذه الفرصة لزيادة التبادل، وخاصة في جيل الشباب، لتحقيق إنعاش هذا أمة الصينية. مقترح الرابع، فنحاول نبذل جهود سوية لإنعاش الأمة الصينية، أن أمة الصينية ترجع إلى أكثر من 5000 سنة، فقبل أكثر من 120 سنة قد تعرض تايوان للعدوان الخارجي، وهذا تاريخ مؤلم، وحتى انتصار عام 1945 من القرن الماضي وتحقق استقلال حقيقي، فلا يستطيع أن ينفصل أي طرف من الطرف الآخر. فهذه هي أيضا يعتبر سعادة وحظ لكلا الطرفين لتحقيق إنعاش الأمة الصينية. فيتعلق بتطلعاتنا في المستقبل تعلقا وثيقا جدا، فالآن نحن الآن نقترب اقترابا أكثر من أي وقت ماضي لتحقيق هذا الهدف العظيم للصينية. أما المواطنين في تايوان سوف يستفيد أيضا. أخيرا بما يتعلق بانتصار الحرب مقاومة العدوان الياباني، فهذا الانتصار التي حققناها تضحية الكبرى للأمة الصينية، فيجب أن نشارك سويا لتأليف هذه الكتيبة المقالات احتراما للأمة. يجب أن نذكر التاريخ ونتذكر الشهداء الأبطال، ونتحد مع بعض ونتقدم سويا من أجل تحقيق تنمية سلمية المشتركة. أما بالنسبة لهذا اللقاء، الطرفين
على أساس تنمية سلمية واتفق على تفاهم مشترك كالتالي. الأول تأكيد على أن خلال 2008 قد شهدت منجزات كبيرة لهذا التطور، فيجب أن يبذل الطرفان لتوافق 92 على هذا الأساس السياسي لدفع تطور جديد وحماية الأمن واستقرار لمضيق تايوان، لتوسيع مجالات التعاون أيضا، تعميق هذا التعاون لخلق السعادة وازدهار للمواطنين. وأيضا المواطنين على كلا الطرفين ينتمون إلى الأمة الصينية، فيجب أن نبذل سويا لإنعاش الأمة الصينية. فكل هذه يعتبر تفاهم مشترك لكلا الطرفين، فليتمتع بمخزن مهم جدا. والآن أستطيع أن أجيب عن الأسئلة من قبل الإعلاميين.